ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر دروب، فيديو جديد. فيديو النهارده شهاب وخالد نوك نوك. اوكي، بس قبل ما ابدا، في واحد اسمه احمد يحيى سالني سؤال عن هو عايز شهاب، مش عارف، تقريبا خلص شهادته وجاي، المفروض تقريبا انا قريت الكلام ده امبارح ان هو المفروض يجي ايطاليا يا اما كندا، قدامه ان هو يا اما يسافر هنا يا اما يسافر هنا. فانت عايز نصيحتي. اوكي، فانت لو عايز نصيحتي، هو ما تسالش بشر زيك، اوكي، انت اسال ربنا، يعني صلي صلاه استخاره، لان دي فيها مستقبل. انا مش هقدر اقول لك مثلا ايطاليا حلوه تيجي تلاقي ايطاليا وحشه مثلا، فاهم؟ عشان انا شايفها حلوه فهي جايز تكون بالنسبه لك مش حلوه، جايز اكون شايف ايطاليا مش حلوه واقول لك ايطاليا مش حلوه، ممكن يكون رزقك ان هو في ايطاليا احسن مني. اوكي، انا ممكن النهارده باكل فول، انت ممكن النهارده بتاكل مكرونه، ممكن انا بكره اكل فول، انت ممكن بكره تاكل بيتزا، ممكن بعده انا اكل فول برضو، انت ممكن تاكل سوشي، فاهم؟ تختلف الارزاق، تختلف، وده اللي اقصده، فاهم؟ الرزق مش كلنا واحد، فاللي هو مش هقدر انصحك بحاجه. اوكي، كل اقدر انصحك بيه ان انت تصلي صلاه استخاره، لان فيها مستقبل، دي اهم حاجه، ده اللي اقدر انصحك بيه. غير كده ما تاخدش كلام من اي حد، اوكي، لان في ناس ممكن تاذيك، يعني تبقى شايفاك ان انت هتبقى احسن منهم وبتاع، فهيقول لك لا اروح مش عارف فين، لا ما تخليك مش عارف ايه والكلام ده. فصلاه استخاره هي اللي هتخليك تحدد انت هتروح فين. اوكي، ربنا يحدد لك، ممكن تروح اليابان في الاخر، فاهم؟ انت بتقول كندا وايطاليا، ممكن تروح اليابان، ربنا هو اللي يحدد لك، فاهم؟ بعد صلاه الاستخاره طبعا هي اللي تظبط لك الدنيا. ما علينا، خلينا بقى نخش على الاغنيه. شهاب نوك نوك. اوكي، يلا ليتس جو. Knock knock knock, who is there? Check my drip, شوفوا فايت فين، راح فين بالزبط. قال لك ايه لو قال ان انا تر عليه، please man boom box mental fucked. تر عليه؟ Knock knock knock, who is there? Check my drip, شوفوا فايت فين، راح فين بالزبط. قال لك ايه لو قال ان انا تر عليه، please man boom box mental fucked. 2-0 اصلا ليا الماتش، ما تحطفش ما تلطفش، ما في صوتي ما انتش عمري الشيب يا شيب. متلطفش متلطفش، ما في صوتي ما انتش عمري الشيب يا شيب. مين بينادي مرة وترمي كمان في العيلي، نص نسوان بلدك ده عيالي، لو يحسخنا نجيب بلدادي وما تلوكي. لو يحسخنا نص نسوان بلدك ده عيالي، لو نص نسوان بلدك ده عيالي، يحسخنا نجيب بلدادي وما الاغنية دي الفلو بتاعها مختلف تماما. اوكي، بس طريقة غناء تحس انه بيتكلم كده، هي اوكي، اسلوب ما فيهوش اي مشكله. بس انا كان المشكله بتاعت امبارح ان الفلو حاسه ان هو وفي واحد برضو مش عاجبه كلمه ان الفلو، حرام عليك، كتب لك يا حرام عليك. انا حاسس كده، اعمل ايه؟ طيب متلوكيش متلتكيش، ما فيش حب، لو يحسخنا نجيب بلدادي وما تلوكيش متلتكيش، ما فيش حب ومالي سيت، ما فيش اب ومالي جيت، كل ما بتتعمر فضيك اي عيك بيراب، دي مش كيك، خد لك كيك محتاج بريك، ماليش في الزجزج عيك بيراب، دي مش كيك، خد لك كيك محتاج بريك. حته البيت دي تحفه فشخ. امر فضلك اي عيك بيراب، دي مش كيك، خد لك كام محتاج بريك، ماليش في الزجزاج مش فين فيك، لا مش خد هات مش بنشر خياري قد وموز، ما فيهاش خوخ لا تلبس، اجي اقشر لك وانجيز، نفقع ولا منني قوم شغلك ابو مقحقح، بار شوكولاته نفقع ولا منني قوم شغلك ابو مقحقح، بار شوكولاته ومقرح رزق الناس ومقرح قوم شغلك ابو مقحقح، بار شوكولاته ومقرح. ايوه كده، ايوه كده، اغاني تطلع الواحد من مود. انا الاغاني موسى، انا بقيت الناس بتكتب لي اسمه، اللي هو انا خايف اعمل عليه رياكت، لان اغنيتين ورا بعض في يومين ورا بعض سواد، حسيت ان بقيت متعكنن على طول، فاهم؟ فدي شويه تطلعني شويه. موسى سام، الكلام على اللي هو موسف المفروض بيه. الناس بيسمتح ربع تمولة ربع ابلة، تحبس من بو شاي بق دجال بق هراي، هتشوف فين وازاي بحلق بس في الجاي، بحلق لي كل ام سو فريش، كسلان بس ما طلعليش كرش، زميلي انت بتتهان كسلان بس ما طلعش،
احلق لي كل ام سو فريش كسلان بس ما طلعليش كرش مين انت بتتهم من غير ديس من غير اي حاجه just like this and just like wow شبتو لو جه فوق فتلاقي ناس تنده ناقص ترقع بالسوق شاب يا شاب فتلاقي ناس تنده ناقص ترقع بالسوق ياو شاب هو مش ترقى بالصوت يعني يا لهوي الشغل الستات لا يروي المفروض دي ترقى بالصوت فتلاقي ناس تنده ناقص ترقع بالصوت شاب يا شاب مين بينادي مره وترمي كمان في العيلي نص نسوان بلدك دعيالي لو يحسخنا الحته دي عجباني فشخ نص نص نسوان بلدك دعيالي مرة وترمي كمان في العيلي نص نسوان بلدك تعيلي لو يحسخنا نجيب بلدي دي وما تلوكيش ما تلتيش ما فيش حوالي يحو سخنا نجيب لك دي لو يحسخنا نجيب بلدي دي وما تلوكيش ما تلتيش ما فيش حب وما ليش سيد ما فيش حب وما ليش نيد كل ما بتتعمر افضيك كل ما تتعمر افضيك Baby don't waste my time was mine don't fucking care if you leave you leave. Just make sure close it behind I'm rolling with my losing just make sure close it just make sure to close it behind I'm rolling with my losing I start focus on it go till I got my wolf it was my name it my easier so see you in the night I will قاضي فاضي فارينا قاضي راضي وناسينا يا اخي ملعون مكرك وكيدك انا كنت مستني اللي هو قاضي فاضي يجيب حمام ويطيب ده المفروض مثلا انا كنت مستني المثل ده بس ما هو مش هيمشي مع الطريقه بس مش عارف كنت مستنيها مش عارف ليه ما علينا لا مش بنلوك مش هفيدك اسمع ده السلطان تحب في القرش زي سلطان في السن انا قاضيك اسمع ده السلطان تحب في القرش زي سلطان تحب القرش زي سلطة كلمة سلطة برضو ذكرها تقريبا في اغنية بتاعت امبارح عم اعتقد كلمة سلطة وما خدتش بالي منها سلطعون تقريبا كلمة على سبونج بوب لو انا غلطان مش عارف سلطة مش عارف هو ده سلطة اللي اعرفه معرفش اذا كان سلطة ده اسمه حاجة فعلا في البحر ولا معرفش ما عنديش اي فكرة بصراحة يعني في السن انا اصغر بس ما امن انا وستيك واكبر صدف رده وشيل وانسى كلاب بالطير بسعى كلاب الزيت والناتش في وش تقدير اس لك كليك كليك سوريز لك بيك بانك سوريز لك موفي راسي فيها زيك سلاك اسكويك اسكويك للماما شيك دي يا دي ام المؤخرة اللي انت شيك ديمبوري ومش عارف كان بيقول ايه على طول ماسك المؤخرة دايما في الاغنية مش سايب ام مؤخرة خالص يعني as quick as هو قصده as ليه بإس واحدة اللي هي as soon as مثلا ما اعتقد لان as مؤخرة quick as ما علينا مش عارف بالسمه غير فلوسي كويك اس كويك للماما شيك داي بالسمه غير فلوسي ميتين ام حسي الشاب يا شاب مين بينادي مرمي ميتين كويك للماما شيك اس كويك قال للماما شيك ده يبقى قصده على المؤخرة اوكي السماء غير فلوسي انا عشان ما كملتش ما قريتش كله يعني عشان كده حسيت ان هو عايز وقصده اللي هي بالاس واحده مش ميتين ام حسي الشاب يا شاب مين بينادي مره وترمي كمان في العيلي نص نسوان بلدك تعيلي لو يحسخنا نجيب بلدادي وما تلوكيش حتة نص نسوان بلدك دعيالي دي انا عجباني فشخ ما فيش حب وما ليش نيد ما فيش حب وما ليش نيد كل ما بتتعمر فضيك هي اغنية حلوة اوكي بغض النظر عن اللي انا سمعته الموسى سام اوكي عشان بالنسبة لي بقيت اسمع الحاجة دي اللي هو خير انا عارف اللي هو حس ان هو فيه كده ما علينا عشان ما اطولش اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد واحمد يحيى يا ريت اكون افدتك بحاجه اوكي انا عارف ان انت كنت مستني نصيحه معينه ان انا حد مش هحدد بس اللي هو مش هقدر احدد لك اوكي محدش هيقدر يحدد انت مصيرك ايه وطريقك
ايه بالظبط غير طبعا ربنا. اوكي هو اللي هينور لك الدنيا احسن 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 من كده، ما فيش يعني، مش هقدر اديك حاجه احسن من كده بصراحه يعني. ده اللي عندي اللي اقدر اقوله، ده اللي اقصده يعني احسن حاجه. ما علينا ما علينا كده، شوفكم ان شاء الله فيديو جديد، ونقول لكم يلا تشوس.